المرض الشين اللي بنادو الكورونا فيروس ده برجع للعالم، وفي الله حكومة تشاد شال القرار. من القرار ده بكونوا فاكين الكباري للبار والكازينو بقنا لي بكل سنتر دي جو وبقنا الصلاة والأو خنايس الله ينادو الإجليس والبقنا اللي بسوق فوق لما المتشى ولا بوتيك ولا مغازي انا ما بسوق الاكل دول ده كله الحكومه شال القرار اللي يسدو. لكن الدكان نقول البوتيك اللي بسوق فوق الكمام من الاكل مش للسكر قلة لما الني ريس والبرودوي دي بريمي نيسيسيتي اللي بقوله مش للصابون ومو دول ده يكون فاتي ولا في المزير القرار الحكومة شغالة ده عند قرار البكوسة قص البيس والموني بيس لأن هنا نادو الكار سيركلاسيون عن الكار بيس ده ممنوع وشاردين عن الجمال في الموتو ثلاثة زيادة من 102 ده كله ممنوع. في الموتو ده يكون السواق وزول وايت ما يكون زيادة. القرار الأقل بكسا الفيكول البنادو بارتكولي والمال تاكسي ده إلا يشيل الناس أربع وأربع دخلوا بالسواق السواق إنه زول جنب وايت ووراي تنين ما يكون زيادة. في الله الشرطة الوطنية تطلب من الشعب قليل يتبق القانون. القانون ده للكيرم وللكيرهن البلد المرض ما يفنيد نادو. والفي الأخيرا للناس اللي ما بتبقوا القانون ده كان حكومة خرباته ده حكومة الشديد